أنا اسمي حلا الماجد من إدارة التعليم الشرقية. بصراحة أشعر بالفخر ومرة متحمسة يعني الستبس الجاية إني أمثل الوطن على المستوى العالمي. أطمح إني أرفع رأس السعودية إن شاء الله وأكون فخر للسعودية. طموحي هو إني أنا أجيب مشروعي وأخليه يطبق على الحياة الواقعية في مجال الهندسة الطبية والحيوية عشان أقدر أعالج مثلاً كبار السن اللي قاعدين يعانون من الأمراض اللي في العظم مثل هشاشة العظم. مشروعي هو إني أنا قاعدة أحاول أخلي خلايا البناية للعظم إنها تنمو برا جسم الإنسان في مادة اسمها الهيدروجيل عشان بعدين نقدر نطبع مجسم ثلاثي الأبعاد يهيئ الطريق إلى أن نقدر نصنع نسيج العظم برا جسم الإنسان. اخترت هذا المشروع لأن كثير من كبار السن اللي حوالينا وخاصة في المملكة السعودية يعانون من أمراض العظام، فأنا حبيت إني أنا أعالج هذا الشيء. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، موهبة طبعاً لعبت دور كبير في الرحلة وبتشجيع الطلبة ومدرسة مدارس الظهران الأهلية ووزارة التعليم وإدارة التعليم الشرقية وأهلي بعد. إذا من جد أنت حاب المشروع خاص بتوصل، وإذا أنت عارف كل شيء في المجال اللي أنت تشتغل فيه وشايف إنه في مستقبل للمشروع خاص بيوصل. تم اختياري من الأوالي من 146 ألف مشارك في مسابقة إبداع، وهذا بسبب الجدية والشغف اللي كان عندي إني أشتغل في هذا المشروع هذا المجال.